بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس، دايما اخر حلقه من حلقات الاسبوع بنبقى معاكم جلوسا عشان بيبقى فيها نوع من انواع الدردشه الكتيره شويه. لكنه اهم حاجه عندنا النهارده هي قصه السوبر الافريقي، وبدات هذه البطوله ترى النور فعليا بعد سحب القرعه اليوم. القرعه اوقعت الاهلي مع سيمبا التنزاني، والترجي مع مازيمبي الكونغولي، وانيمبا مع الوداد المغربي، وبترو اتلتيكو مع سان داونز الجنوب افريقي. الاهلي ذهابا 20 اكتوبر في تنزانيا، والعوده 24 اكتوبر في القاهره. في حاله فوزه يلعب ضد الفائز من فريق سان داونز مع بترو اتلتيكو، اذا اكمل فريق بترو اتلتيكو في البطوله. وهقول لكم القصه لانها قصه مهمه جدا. الذهاب 29 اكتوبر والعوده 1 نوفمبر، يعني الاهلي اذا لعب مع سان داونز يلعب 29 اكتوبر، يرجع بعدها بثلاث ايام يلعب في القاهره 1 نوفمبر. صعب جدا. النهائي بس اللي مديله وقت في حاله فوز الاهلي، يلعب الذهاب خارج مصر 5 نوفمبر والعوده داخل مصر 11 نوفمبر. والاهلي عنده دائما وابدا الافضليه مباراه العوده في ملعبه لانه هو البطل. طبعا القرعه ليست بالسهله على الاطلاق، لانه البطوله شبه في بدايه الموسم، يعني شبه، بس الاهلي هيكون برضه لعب يعني على الاقل كم مباراه في بطوله الدوري العام، لانه هيلعب السوبر الافريقي يوم 15، عنده مباراه مع سان جورج الاثيوبي، والاهلي عنده رزنامه مزدحمه للغايه، جماهير النادي الاهلي ابدا لا تقبل بالخساره. طبعا الناس بدات تتكلم على سيمبا والجمهور وعدد الجماهير و60,000 وال100,000، ما تقوليش الحاجات دي بصراحه، عيب لما انت تقول الحاجات دي على الاهلي او الزمالك. يعني في 60,000، في 700,000، ده الاهلي، والاهلي بطل القاره الافريقيه. سيمبا فريق محترم، فريق قوي، عنده لعيبه جيدين، رجع له ميكوسوني، ضم لعيبه ممتازين، في حاله من يعني الازدهار الكروي موجوده في تنزانيا على مستوى سيمبا، وعلى يانج افريكانز كمان اللي كان قريب من الفوز بالبطوله الكونفدراليه. اتحاد العاصمه كان فاز عليه في عقر داره 1-0، ورجع يانج افريكانز تعادل في الجزائر 1-1، ففي حاله من الازدهار الكروي موجوده في الانديه، يعني ده مهم. وكنا حابين ان انتم تستمتعوا بهذه اللحظه، لكنه كل يوم بنعمل لكم مفاجاه. مفاجاتنا النهارده مفاجاه جميله لكل جماهير الكره المصريه، وخصوصا الجماهير الاهلاويه في اول ظهور له بعد احترافه في نادي الوكره القطري، النجم حمدي فتحي، نجم منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي، مش هقول السابق لانه في يوم من الايام سيعود الى ناديه، والان نجم نادي الوكره القطري. كابتن حمدي، مساء الفل عليك، ازيك؟ منور الدنيا، الحمد لله على السلام. مساء الفل يا كابتن شوقي، وحشنا والله جدا، ومسا على حضرتك ومسا على متابعينك طبعا. ربنا يخليك، ان انا موجود معاك النهارده. يعني انت منورنا والحمد لله على السلامه، والعوده من اجل مباراه المنتخب، مظبوط؟ ان شاء الله. ان شاء الله راجع بكره باذن الله. نعم، معسكر يوم 4 باذن الله. النهارده كان في مباراه مهمه مع السد. لسه مخلصين من شويه، و الحمد لله يعني عملنا مباراه كبيره، وكنا نستاهل بصراحه المكسب، بس ما فيش نصيب، يعني ما فيش توفيق النهارده، يعني ضيعنا كتير. لكن التعادل مع السد برضو هو نتيجه جيده، السد من الفرق الثقيله في الدوري القطري يعني، وحتى على المستوى العربي، والناس كلها عماله تتكلم على الانقاذ. انا لسه متفرج عليه قبل ما ادخل من على خط المرمى، هو حمدي فتحي مش هيتغير. لا الحمد لله يا كابتن، انت النهارده بنلعب فرقه كبيره طبعا، بنلعب فرقه كبيره طبعا، وبس احنا يا كابتن النهارده عملنا ماتش كبير والله. ده صحيح، كبير قوي، وضيعنا. حتى لو تتفرج على الملخص حضرتك، تتفرج على الماتش هتشوف احنا ضيعنا كميه فرص كتير، وجبنا جون واتلغى، بس انا مش عارف يعني اتلغى لسه مش بطول بصراحه. فلا عملنا ماتش كبير، وكنا نستاهل، كنا نستاهل الثلاث نقط، احنا خسرنا نقطتين النهارده. نعم، ازاي اتأقلمت بسرعه مع الاجواء هناك يا حمدي؟ لا والله كابتن، الناس هنا محترمه جدا يعني. طبعا النادي الناس اللي ماسكه النادي الناس محترمه جدا، واللعيبه ساعدتني بشكل كبير ان هم دخلوني في جو قطر بسرعه، وانا مبسوط ان انا موجود معاهم يعني، موجود معاهم، وان شاء الله ابقى اضافه ليهم يعني. ان شاء الله. حمدي، تربعت على يعني قلوب جماهير النادي الاهلي، هل الاجواء اللي موجوده في الوكره من الناحيه الفنيه، ما اتكلمش من الناحيه الجماهيريه، من الناحيه الفنيه شبيهه بالاجواء اللي كانت موجوده معاك في النادي الاهلي؟
بالنسبه لايه بالظبط؟ الاجواء، الملعب، التدريبات، الشكل، المنافسه، الدوافع اللي موجوده. نعم، هنا السنه دي، هنا السنه دي يا كابتن يعني الدنيا اتطورت بشكل كبير. الدوري القطري بقى يعني السنه دي بقى قوي، بقى قوي جدا. كل الفرق مدعمه بصفه بلعيبه كويسه جدا، وانا شايف ان الدوري لحد دلوقتي لا يعني هم مهتمين بالدوري جدا وبيحاولوا يطوروا كمان. فدي حاجه كويسه ان الدوري القطري، انا شايف السنه دي هيبقى حته ثانيه خالص يعني. دوري صعب. لا الدوري السنه دي دوري قوي، كل الناس مركزه وكل الناس مدعمه صفوفها بلعيبه كبيره. وانا شايف الفرق، حتى الفرق يعني اللي تحت كلها يعني كانت المفروض تحت، بس دلوقتي ما مش باين لسه. نعم. مش باين قوي من تحت ومن فوق، في تنافس كبير يعني بين الانديه كلها. دخلت في الصعوبه زي ما كانت مع النادي الاهلي، ولا الاجواء مع الاهلي اصعب؟ الاهلي مطالب بالفوز بكل البطولات، الضغط اسهل شويه عندك في الوكره القطري؟ والله كابتن اكيد بيبقى شويه، بس لا يعني اكيد. نعم. الواحد حاطط على نفسه ضغط يعني ان هو عايز يحقق حاجه كويسه ولا يعني انا شايف ان انا يعني برضو حاطط على نفسي ضغط ان انا لازم تبقى تبقى دايما كويس، عشان انت منتخب مصر طبعا. فمش عايز اخسر يعني، اكيد صحيح. مش عايز اخسر مكاني في منتخب مصر يعني. نعم. الجماهير المصريه بتساندك، بتروح المدرجات، بتشجع حمدي فتحي؟ والله كابتن يعني الحمد لله، يعني انا بشكرهم طبعا على الحب، ان هم يجوا الماتشات عشان يساندونا عشان خاطري، فدي حاجه كبيره. وانا بشكرهم طبعا، لو قعدت اشكرهم من هنا للسنين كتير، فمش مش هديهم حقهم يعني. هم من ساعه ما انا مشيت من النادي، وهم يعني بعد ما رحت النادي هم واقفين جنبي وبيساندوني. فانا بصراحه يعني الناس كلها انا بحبها، جمهور الاهلي طبعا ده على دماغي، وانا زي زيهم طبعا دلوقتي، انا بشجع النادي الاهلي وبتمنى لهم كل التوفيق يعني. بتمنى ان يبقوا مبسوطين على طول يعني. طيب هرجع معاك طبعا للنادي الاهلي، ده مهم جدا، لكنه اسالك عن الخروج من دوري ابطال اسيا. انا اتفرجت على المباراه كلها بالكامل، خسرته في الوقت الاضافي، كان مطرود منكم لعيب، كان عندكم التاكيد امل في الاستمراريه في البطوله، عملت احباط شويه، خاصه برضو اتفرجت على مباراتكم مع الشمال وتعادلتوا 2-2 في الاخر بضربه جزاء، عملت نوع من انواع الاحباط شويه؟ والله شويه يا كابتن، عشان احنا السنه دي كنا مركزين قوي ان احنا عايزين نكمل في اسيا. بس انت حضرتك اتفرجت وشفت ما كانش في توفيق، والشوط الاولاني، الشوط الاولاني تحديد يعني. نعم. الشوط الاولاني عملنا. نعم. شوط كويس، الحارس بتاعهم نجم المباراه. الشوط الثاني اثر، طرد الشوط الثاني اثر معانا كتير، فما ما ساعدناش ان احنا كملنا 120 دقيقه ناقصين لاعب، فكان الموضوع يعني صعب شويه. بس الحمد لله يعني احنا طبيعي ان احنا في ماتش الشمال كنا شويه متاثرين، بس الحمد لله يعني انا شايف ان احنا بدانا الشوط الاول ما كناش كويسين قوي. صحيح. بس الشوط الثاني كنا نستاهل ان احنا نكسب. ورجعنا لمينا بعض تاني، والنهارده بصراحه كنا نازلين ان احنا لا يعني كنا عايزين نكسب يعني. طيب حمدي بقى خليني اسال، انا شايف ان النهارده بالذات ما كانش في توفيق. طيب خلينا اسالك عن كواليس خروج حمدي فتحي من النادي الاهلي، جماهير ارتبطت بيك جدا، واخد بطولات بسم الله ما شاء الله، مادي بشكل رائع، اصبحت ركيزه اساسيه في النادي الاهلي، ركيزه اساسيه في المنتخب الوطني، والجمهور الحقيقه كان بيثق فيك جدا، وحتى بعد ما خرجت الجمهور احترم خروجك، لكن انا الاوان تحكي لنا شويه عن كواليس خروج حمدي فتحي من النادي الاهلي للاحتراف في الوكره القطري. والله كابتن الموضوع ده كان من فتره كبيره. نعم. فبس انا ما حبيتش ان انا اتكلم. بدات امتى المفاوضات يا حمدي؟ لا قبل يعني اقول لك قبل النهائي يعني، قبل كان ماتش الترجي الاولاني. كان قبله بشويه يعني حلوين. او كان في رمضان تقريبا. فحاجه زي كده كان من بدري، كان من بدري قوي، بس انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم، عشان احنا كنا ايه يعني الفتره دي كنت مركز جدا، وكنت عايز اطلع كابتن من يعني اطلع بصوره كويسه، ان انا السنه دي يعني مساعد النادي بشكل كبير، ان احنا كنا كلنا مركزين بصراحه ان احنا. نعم. البطولات كلها ان احنا ناخدها. نعم. فانا اخترت الوقت ده عشان كان الواحد الحمد لله يعني طلع بصوره كويسه. فعكس السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات لو يعني لو كان الموسم اللي فات كان الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لي ان انا اخرج. ايوه. في وقت صعب للنادي الاهلي. نعم. فانا شايف ان دلوقتي لا يعني ناس كتير وانا خرجت في وقت كويس،
وفي ناس كتير يعني موجوده دلوقتي في مكاني ان هي تشيل يعني النادي الاهلي وتساعد النادي الاهلي الفتره اللي جايه. هل كنت على علم بان هناك تفاوض مع امام عاشور ولا خروجك ملوش ارتباط بضم الاهلي لامام عاشور؟ لا هو ملوش خالص، انا كنت عارف ان هم عايزين امام من فتره كبيره. بس ما كانش ليه خالص، هو كان الراجل صراحه مستر كولر بحترمه جدا وبقدره. ايوه قعد معايا وقال لي ان انا مش عايزك تمشي. صحيح. بس هو احترم رايي، فانا يعني كنت انا اتكلمت معاه في الموضوع، وانا قلت له ان انا في الوقت ده كان احسن وقت ان انا امشي فيه، عشان كان الواحد الحمد لله يطلع بصوره كويسه ويطلع من الباب الكبير يعني. ايوه. بس كولر كان رافض تماما فكره خروجك، والاداره ايضا في البدايه كانت رافضه فكره الخروج. ازاي قدرت تقنع الاداره وكولر؟ والله في الاول كانوا رافضين شويه، وبعدين انا لما مستر كولر قعد معايا فقال لي انا مش عايزك تمشي وعايزك معايا. ايوه. بس انا يعني انا اتكلمت معاه وهو تفهم موقفي، وكان الوقت يا كابتن زي ما حضرتك عارف يعني. نعم. الوقت اللي انا طلعت فيه كان وقت كويس ان انا اسيب صوره كويسه، ان انا محقق 5 بطولات نعم الموسم اللي فات، وطالع الحمد لله يعني كان من احسن مواسمي في النادي الاهلي. صحيح. شايف ان في ناس هتأدي اكتر يعني. نعم. الفتره اللي جايه حصل اي تواصل بينك وبين امام؟ لا خالص يعني. خالص. هو بعد ما لا بس عادي يعني، زي امام صاحبي جدا وباركت له عادي باركت له. وامام انا اتكلمت معاه من فتره، قلت له امام لو يعني كنا مع بعض في المنتخب فتره كبيره يعني. ايوه. هو اتكلم معايا في الموضوع، فقلت له قلت له لو انت مش ما عندكش حاجه في اوروبا كبيره انا شايف ان انت تلعب في النادي الاهلي يعني. قلت له كده. هو بيلعب مكانك. هو حتى لو سالته هيقول لك الكلام. لا ما انا مصدقك والله، بس انا بتكلم على الروح الجميله اللي موجوده عندك يعني. لا والله ده حصل يا كابتن يعني. هو سالني اتكلم معايا ده امتى الكلام ده حصل يا حمد؟ امتى الكلام ده حصل؟ تقريبا قبل المعسكر اللي فات يعني، مش المعسكر اللي فات، لا اللي قبله يعني. كان امام ما جاش المعسكر اللي فات. ده في المنتخب. ده من فتره طويله يعني. كنت بدات تسمع ان الاهلي بيتكلم معاه، ولا انت كان من نفسك كده تطوعا قلت له الكلمتين دول؟ لا انا وامام صحاب يعني، انا وامام صحاب جدا، فكنا قاعدين مع بعض كده حتى على الاكل، فقاعدين نتكلم. فاتكلم معايا قلت له يا امام لو انت ما عندكش حاجه كبيره في اوروبا، انا شايف ان انت تلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيحطك في حته ثانيه. هيحطك في حته كبيره يعني. ايوه. حسيت ان عنده الرغبه انه يلعب في الاهلي. حتى قبل موضوع الوكره ده، فتمنيت انه يبقى موجود معانا في وسطنا، عشان هو لعيب كبير وهيفيد النادي الاهلي يعني بصوره كبيره يعني. ازاي اداره الاهلي وافقت على رحيلك؟ والله يا كابتن يعني انا اتكلمت معاهم زي ما قلت لحضرتك، بس يعني هم تفهموا، وكان خاطب تعرف شخصيه محترمه وكلنا بنحترمه. نعم. وهو احترمني بصراحه وقدرني، وانا بشكره طبعا وبشكر النادي الاهلي كله ان هو قدر موقفي ان انا امشي يعني. حسيت ان دي فرصه جيده انك تحترف في الخارج، وانه دوريات الخليجيه دلوقتي سواء السعوديه ما شاء الله طايرين، قطر، الامارات، حسيت انها فرصه جديده ما ينفعش انه حمدي فتحي يفقدها، خاصه عشان نكون امنا برضه المقابل المادي هناك عالي جدا يا حمدي. والله كابتن انا ما حسبتهاش كده، بس يعني الواحد حسبها برضه ان هي برضه الدنيا هنا بتتطور كابتن، بتتطور قوي يعني. فالفتره الاخيره انت شايف السعوديه، وانا بقول لحضرتك انت هتشوف لو تتفرج على الدوري القطري هتشوف الدوري القطري السنه دي الموسم ده قوي جدا يعني. الانديه كلها زي ما قلت لحضرتك صارفين وجايبين لعيبه كويسه. وهم السنه الجايه كمان هيبقوا الدوري القطري هيبقى اقوى من كده كمان يعني. فواحده واحده لا انا شايف ان هنا الدنيا بتتطور جدا، وده كان حافز ليا، وكان حافز ليا ان انا كمان اكمل في اسيا، بس مش نصيب، بس ان شاء الله السنه الجايه تعوضها ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. حمدي 29 سنه مظبوط ولا انا غلطان؟ يعني بنوعيتك شهر 9 خلاص احنا في شهر 9 يعني ايام يعني ان شاء الله. هل حاطط عامل حساباتك انك هتكمل مسيره الاحتراف، ولا الـ3 سنوات عادك مع الوكره ثم تعود من جديد للنادي الاهلي؟
والله كابتن انا عقدي دلوقتي ممتد شويه مع الوكره وانا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت يعني. نعم. لو في فرصه بعد كده ان انا ارجع النادي الاهلي اكيد طبعا حضرتك عارف يعني. نعم. بعد مش هفكر اصلا يعني، بس الوقت ده كان الوقت ده انا مبسوط ان انا كنت هنا، فحابب ان انا اكمل شويه وفي الوقت المناسب ان شاء الله يعني باذن الله لو في فرصه اكيد هرجع يعني على امل انك تختتم حياتك الكرويه في النادي الاهلي يا حمدي. طبعا يا كابتن اي حد يتمنى ان هو يخطف من الاهلي، واي حد يتمنى ان يلعب في النادي الاهلي ويشوف في النادي الاهلي، ودي حاجه كبيره يعني. وانا لعبت 4 سنين ونص 13 بطوله ما شاء الله، واخدت 2 ثالث عالم انديه، ولعبت الحمد لله 3 كاس عالم انديه ونادي يعني السنه الجايه في كاس عالم انديه والسنه اللي بعدها في كاس عالم انديه، فمش انا لوحدي بصراحه كابتن. الجيل ده حقق حاجات كبيره قوي، وانا شايف برضو ان هم مش واخدين حقهم شويه. لعبت الاهلي الجيل ده بصراحه يعني الجيل ده بصراحه يعني ابتدى ياخد حقه شويه كابتن، بس الجيل ده انا شايف من احسن الاجيال اللي جت يعني النادي الاهلي، فاتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. طيب يعني الحقيقه اهدافك، احنا بنعرض جزء من اهدافك الحقيقه المهمه جدا، هدف الكاس واهداف كتيره، بس طبعا عشان يعني الحقوق فبنقللها شويه، لكن عرضنا لك كمان بدايتك مع النادي الاهلي او التدريب ليك مع النادي الاهلي، هي يعني بتبقى لحظات سعيده جدا ليك يا حمدي. لكن هل تابعت مع اتفضل اكيد يعني اكيد يا كابتن تبقى داخل النادي الاهلي فبتبقى حاجه كبيره يعني لاي حد يعني. كنت مبسوط جدا انا موجود، وانا انا فخور ان انا كنت جزء صغير من كيان كبير يعني. لازم اسالك سؤال فني يا حمدي، وهو انه الناس كلها اتكلمت ان كولر غير من مركزك ومن طريقه لعبك، وبقيت بتبقى في ال 18 بتصنع اهداف بتسجل اهداف، هل بالفعل كان ليه يعني بصمه في ادائك وتغيير طريقه لعبك ومركزك كمارسيل كولر يا حمدي؟ اكيد يا كابتن، هو اتكلم معايا من اول موسم وانا بلعب معاه بلعب معاه 8، فلا يعني انا كابتن تعرف يعني انا من نوعيات ان انا لو المدرب قال لي العب في اي حته هلعب. ده صحيح. هو اتكلم معايا في الاول قلت له قول لي 1 2 3 انا هنفذ بالظبط اللي انت عايزه وبس يعني. قلت له انا ما عنديش مشكله واي حته عايز تلعبني فيها لا انا اهم حاجه ان انا اخدم النادي وبس يعني. الحمد لله ان هي ان انا اديت بشكل كويس وساعدت النادي بشكل كبير ان هو الموسم اللي فات ان احنا ناخد 5 بطولات يعني. غير من اسلوبك في الملعب كولر. طيب خليني بقى اسالك. بشكره طبعا نعم اتفضل. بشكره طبعا وتعلمت منه كتير بصراحه يعني. خليني اسالك عن معسكر الاهلي في النمسا، هل انت على تواصل مع حد ولا انت دلوقتي عندك فرقتك والدوري بتاعك وبطولاتك وبالتالي؟ لا لسه اول امبارح كنت بكلمهم والله كلهم. والله مين اكتر واحد مفتقده؟ والله كلهم يا كابتن. كلهم صحابي جدا وكلهم بقول لحضرتك الجيل ده يعني انا شايف ان من احسن الاجيال ان احنا قريبين من بعض، كنا قريبين من بعض جدا يعني. ولحد دلوقتي اللي انا شايفه في المعسكر لا يعني اللعيبه كلها قريبه من بعض واهم حاجه كابتن ان انت بتتمنى الخير لزميلك يعني. دي حاجه كويسه في النادي الاهلي. نعم. وان الجيل ده يعني انا شايف ان دي اللي نجحتنا الفتره اللي فاتت. ده صحيح. كلنا كنا يعني عندنا هدف واحد ان احنا نخش بطوله نحققها، بس ان مش اي يعني. نعم. اي حد يلعب مش فارقه. بالمناسبه النهارده محمد شريف سجل اول اهدافه مع نادي الخليج وفازوا على الشباب 3-1، في تواصل مع شريف وفكره انه ما شاء الله النهارده عندنا مصطفى محمد بقى منور في فرنسا، انت منور في الدوحه، محمد شريف منور في السعوديه يعني، ومن قبل طبعا على راسهم النجم الكبير محمد صلاح وكوكا وتريزيجيه وطارق حامد واحمد حجازي والاسماء العظيمه الجميله دي. والله كابتن كل ده بمصلحه المنتخب، فدي حاجه كويسه يعني ان الناس تحترف. وحضرتك شايف المغرب دلوقتي بتعمل ايه، ان هي بتطلع الناس لعيبه وهي صغيره عشان مصلحه المنتخب في الاخر يعني. نعم. فانا شايف دي حاجه كويسه وهتفيد المنتخب بشكل كبير يعني. وحضرتك شايف الفتره اللي فاتت يعني صحيح المنتخب يعني جهاز فني محترم والفتره اللي فاتت ماشيين بشكل كويس، فكل ده لمصلحه المنتخب يعني. التنافس حلو يعني، وكل اللعيبه الميزه كابتن ان كل اللعيبه بتلعب، انت
تلعب في انديتها بره، ودي حاجه كويسه، ده وان مهم شاء الله تكون طبعا. ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فتره كويسه للمنتخب المصري. تابعت قرعه السوبر النهارده الاهلي مع سيمبا التنزاني وحاله فوزه يلعب مع سان داونز تاني ثم الوصول للنهائي، شايف القرعه عامله ازاي؟ وهل لسه عندك احساس لعيب النادي الاهلي اللي بتقعد تتفرج؟ طبعا انت من ساعه ما مشيت الاهلي لسه ما لعبش مباريات، يعني هتبقى عامل ازاي وانت بتتفرج على المباريات وانت مش موجود؟ الملعب اسهل. لا اكيد انا لما مشيت اتفرجت على كم مباراه كده لما كنت خلاص مشيت، كنت بتفرج. لا كنت بتفرج يعني، كنت بتفرج على ماتشاتهم كلهم يعني. كنا حسمنا الدوري وكل حاجه يعني خلاص. كانش فيها شده اعصاب لسه يعني. فبتمنى لهم التوفيق في السوبر ان شاء الله. وان شاء الله انا شايف السنه دي الاهلي مدعم كويس وجايب اللعيبه كويسه، وان شاء الله تكون اضافه للنادي ويعمل له موسم كويس باذن الله. اسالك عن منتخبنا الوطني وحظوظنا بعد التاهل وضمان المركز الاول، وعندنا بطوله صعبه في يناير في كوت ديفوار. شايف حظوظ المنتخب الوطني؟ يعني شايفك بتتكلم على فيتوريا، راجل منظم ومحترم وعمل نوع من انواع الشكل الجميل الفني للمنتخب الوطني. والله يا كابتن يعني حضرتك شايف مصر كلها شايف الفتره اللي فاتت هو عامل شكل المنتخب بشكل كويس، والحمد لله يعني المباريات اللي فاتت كلها كسبناها ومركزين يعني ان شاء الله مركزين ان احنا في بطوله افريقيا اللي جايه، وفي الحمد لله تأهلنا. بس اكيد انت عارف لو لعبنا اي ماتش ودي حتى فمركزين فيه ان احنا نكسب. عندنا معسكر من 4 لـ 12 عندنا ماتشين اثيوبيا وتونس، فان شاء الله مركزين فيهم الاول. دول اهم حاجه اللي قدامنا دلوقتي ان احنا نظهر بصوره كويسه ونحقق فيهم المكسب، عشان دول بنبني يعني احنا معسكر بنبني على الفتره اللي جايه. وانا شايف ان احنا ملمومين كويس، وان شاء الله تكون فتره كويسه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، ونحقق حاجه كويسه وناخد بطوله افريقيا باذن الله يعني السنه دي باذن الله. لو قلت لك اختار لعيب واحد في النادي الاهلي عايز توجه له رساله، تختار مين وتقول له ايه؟ اختار مين؟ ممكن اختار السوليه. ايوه اتفضل. لا بتمنى له التوفيق، بقول له ربنا يرجعك بالسلامه وإن شاء الله يرجع أحسن. الفترة اللي جاية مصاب دلوقتي، وأنا شايف السولية عنده كتير يعني الفترة اللي جاية حاجة كتير للنادي الأهلي، وما شاء الله يعني لما بيتمرن كويس جدا، ولما بيلعب بيدي كل حاجة عنده. فبتمنى له التوفيق، وإن شاء الله نعدي السولية ما بيزهقش. فإن شاء الله يعني يكون إضافة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. هتقدر تزور النادي الأهلي في الفترة دي اللي هيبقى صعب عشان المعسكر؟ والله لو في وقت اكيد يعني، بس هم مشكله ان هم يبقوا في السوبر. عندهم ماتش السوبر صح. هم هيسافروا على السعوديه. انا كلمتهم فانا كلمتهم حتى هم كلهم كنا نتقابل بعد المعسكر، بس هم ما عندهمش وقت. فمره ثانيه باذن الله. هتنور الدنيا يا حمدي، وبالتوفيق، وان شاء الله متابعينك ونتمنى لك كل توفيق. انت بني ادم جميل ولعيب جميل، وانا عارف انت عايش حياتك بره الملعب ازاي، شغلك ازاي، تدريبك ازاي، الجيم ازاي، الاكل بتاعك، حياتك كلها انت لعيب بروفيشنال بمعنى الكلمه يعني. ان شاء الله يبقى عندك نجاحات ونجاحات اكبر في الفتره اللي جايه باذن الله. الكلمه الاخيره اللي تحب تقولها يا حمدي. ربنا يخليك يا كابتن، بشكرك ومبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وبشكر متابعينك يعني، واتمنى لك التوفيق يعني باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. النجم حمدي فتحي نجم منتخبنا الوطني المصري، وهو يستعد للعوده الى القاهره للمشاركه في المباراتين، مباراه اثيوبيا في التصفيات الافريقيه، مباراه تونس الوديه. وكان النهارده عنده مباراه مع السد القطري، تعادلوا 0-0، لكن كانوا افضل وكانوا قريبين من الفوز. كل ما بيبقى عندنا سفير مصر في الخارج بيبقى في قمه سعاده. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين، بعد الفاصل كابتن أيمن يونس، حواراتي معاه بقالها فترة متوقفة، لكنه هذا هو الوقت للحوار والحديث مع النجم أيمن يونس. أيمن يونس واحد من أهم نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني في هذه الفترة، كلام كتير جدا حول الزمالك والانتخابات والأحداث، وأيمن يونس أعتقد واحد من اللي لازم نسمع رأيهم في اللي هيحصل في الزمالك في الفترة القادمة بإذن الله. استنونا مع الفيلسوف أيمن يونس.
تترقب الملايين من جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الفترة المقبلة بعد التغييرات الأخيرة في النادي، وهل ستضع الانتخابات القادمة في أكتوبر حدا للأزمات والمشاكل غير المسبوقة التي عصفت بالنادي خلال الآونة الأخيرة حتى ناهزت ديونه قرابة المليارين، وهو رقم مرعب بأتم معنى الكلمة. الغالبية العظمى من عشاق البيت الأبيض تتهم أبناء النادي بالتسبب في الحالة الصعبة التي وصل إليها، وهو ما زاد المشهد مأساوية وضعف من أزماته مع كل أعضاء المنظومة الرياضية بلا استثناء. تألقه كلاعب في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات ومساهمته الفعالة في تتويج مدرسة الفن بالعديد من الألقاب المحلية والخارجية، ثم سجله الإداري المتميز داخل القلعة البيضاء وخارجها، بالإضافة لتاريخه الرائع كواحد من أهم وأشهر المحللين الرياضيين في مصر، كل هذا جعله هدفا لانتقادات الزملكاوية بسبب وقوفه كمتفرج على حد رؤيتهم على ما يحدث في النادي، وحتى عندما تردد اسمه كمرشح خلال الانتخابات المقبلة ظهر عليه التردد بحجة انشغاله بأسرته وأعماله الخاصة، ناسيا أو متناسيا حقوق بيته الكبير عليه وعلى أقرانه. يا عم ارجع المذيع الجديد، مش الواد ده تقول انا المذيع هو هيصطادني النهارده، انا عيان موت يا دوب الفصل. فهو اولا الاسئله عنيفه قوي يا شوبير. اسئله ايه ده؟ ده احنا بنحكي لسه حاجه. اه ماشي. فهو ما انت جبت، بص بقى، من ساعه لما اتقال ان انا طالع معاك الحلقه أيوة. كل الزملكاويه بلا استثناء اللي اعرفهم يعني كلام بقى ايه، خلي بالك ومش بالك من ايه؟ قال لي خلي بالك لا يجيب فيك اجوان، انت اللي متعودين انت تجيب فيك اجوان. انت اكتر واحد عارف علاقتي بنادي الزمالك واحترامي لنادي الزمالك واجيال الزمالك المختلفه، وما في مباراه كنت بلعبها اهلي وزمالك الا كنت بنزل، وفي كل المباريات بصفه عامه يعني بحيي جمهور الزمالك او الاسماعيلي او 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 يعني، والعلاقات كانت اكتر وتظل اكتر مما الناس تتصور يعني. بتيجي فترات فيها بعض الشخصيات ممكن تحاول ان تفسد هذه العلاقات، لكنه تظل دائما وابدا العلاقه بينا كلعيبه وكاصدقاء وكمحبين لبعض، زملاء حياه، زملاء حياه زي ما بيقول الكابتن ايمن يعني. خليني قبل ما ارحب بيك الاول، وما بحبش ابدا بحاجه حزينه، لكنه بالتاكيد لازم انا وانت نقدم واجب العزاء في الراحل الكبير كابتن سعيد الجداي حبيبي. يمكن انا كنت على تواصل شويه مع اسرته في الفتره الاخيره بقى. الحقيقه عانى معاناه شديده جدا، وربنا سبحانه وتعالى يعني اداله اختبارات، وهو يعني الحمد لله تحمل ما لا يتحمله بشر. ف بعزيك كزميل لي وبعزي جمهور الزمالك في النجم الراحل كابتن سعيد الجداي. اشكرك سعيد. كابتن سعيد ليه ذكريات جميله، ويكفي ان هو من الجيل، اول جيل رفع كاس ابطال الدوري الافريقيه. نعم. يعني واحد من النجوم فعلا. كان عنده روح في الملعب، وتحس ان هو مضحي كده، في استبسال في ادائه في شخصيته. نعم. الله يرحمه، كان شخص جميل رائع، وربنا يعني يلهم اهله الصبر والسلوان. اللهم امين. اللهم امين يا رب. ده الكابتن سعيد الجداي، ربنا يرحمه. الله يرحمك يا سعيد. الله يرحمك. كابتن ايمن، خلينا ندخل بسرعه في اجواء نادي الزمالك. حاسس بايه الفتره القادمه لنادي الزمالك، خاصه انه الناس كلها شايفه انه الامور بتتغير، وانه يعني قد تكون انفراجه لنادي الزمالك السنوات القادمه ان شاء الله، ولازم نستجيب لها. نعم. لان انا شايفه انه في ناس كتير فاهمه الموضوع غلط، فاهمه الانتخابات غلط. النهارده في ناس بتتكلم باسم اسره الهاندبول، ناس بتتكلم باسم اسره كره القدم. لا، نادي الزمالك اسره واحده. نعم. مش فيهوش الاسر دي. حل. دي ماموريه صعبه على الكل. نعم. وبعدين مفيش تصنيف في الموضوع ده، في يليق للمكان ده، قدرات خبرات، قدرات خبرات، تميزات
هو ده بس اللي هيبقى موجود. انا مش عايزك في الفتره دي حد بيحب نادي الزمالك ويخش عايز يبقى موجود على كرسي. لان الفتره دي عايزه نوعيه وكواليتي معينه. نعم. من البني ادمين. ازاي تبتدي تستعد قبل ما تواجه اللعيبه فنيا ولا تتكلم مع الفرق فنيا ولا انت عايز توضب البيت بشكل مختلف، عايز تعرف ديونك، عايز تعرف اللي داخل ليك، عايز تحضر المستقبل، عايز يكون عندك رؤيه، لازم يكون عندك شركه كوره، شركه لباقي الالعاب الفنيه. ده حلمك من حوالي 15 سنه فاكر؟ نعم. بنتكلم. نعم. انا وانت في. نعم. طول عمري نفسي ده حلم. لان لازم الميزانيات تبقى واضحه ولازم المصاريف تبقى واضحه. لازم النادي الاجتماعي كمان يتنقل لمستوى تاني. يعني انا ما اقدرش انكر غير كل حاجه محتاجه شيء من التكاتف من كل ابناء نادي الزمالك. النغمه دي انا مش عاجباني. ليه حصل نوع من انواع الغضب لما بعضا من نجوم كره القدم قالوا بنفكر ندخل الانتخابات، اللي عايز يدخل رئاسه، اللي عايز يدخل نائب، اللي عايز يدخل امين صندوق، عضويه مجلس اداره، حصل نوع طبعا سيبك من السوشيال ميديا، لكن حصل نوع من انواع الغضب، شايفه عامل ازاي؟ شايفه غضب مشروع ولا هذا حق من حقوق اي عضو في النادي الاهلي واي عفوا نادي الزمالك واي عضو من اعضاء الجمعيه العموميه بصفه عامه؟ شوبير ما حدش هيعرف يشتغل لوحده. نعم. كلمه نفكر او انا افكر او اي حد بيفكر مين المجموعه اللي هتشتغل معاها؟ الموضوع ما ينفعش بشكل فردي خالص. نعم. نادي الزمالك المرحلة دي لازم يبقى فيه ملفات. نعم. كل واحد بيمتلك الملف اللي بيقدر يشتغل من خلاله. الموضوع كبير وصعب والأبعاده المالية وأبعاده التعاقدية والكلام ده كله محتاج شغل غير عادي. فما ينفعش انت تقول أيمن خش أو هشام خش أو حمادة عبد اللطيف خش. لا، مين المجموعة اللي هتشتغل مع بعض تقدر تعدي الأربع سنين الصعب دول؟ بصراحة كابتن أيمن، الزمالك محتاج لرجال أعمال. يعني في، هل أنت كنت تتوقع أن المديونية إلى نادي الزمالك تصل إلى هذه الدرجة؟ مشاكل في القيد في الهندبول، مشاكل في القيد في السلة، مشاكل في القيد في الفولي، مشاكل في القيد في الكورة، ومشاكل كثيرة جدا. وبعدين لما أفصحوا عن المديونية الناس اتخضت، الله أعلم الرقم صحيح أم خاطئ، لكن هل شايف أنه المرحلة دي محتاجة رجال أعمال، رجال فكر، رجال إدارة؟ برافو أكتر عليك. نعم. برافو عليك. هي محتاجة رجال عندهم فكر وإدارة. نعم. نادي الزمالك اسم تقدر تطلع من وراه فلوس كتير. نعم. وهو ده الجيم الرئيسي. أنت مش مستني حد يجي يصرف على نادي الزمالك. نعم. الجيم كله إزاي تجيب مجموعة عندها هذا التميز الإداري المالي اللي يقدروا يتعاملوا مع كل المواقف ويظبطوها، وناس ليهم قبول وليهم شعبية بحيث يقدروا يتعاملوا مع الجهات المعنية بشكل فيري بروفيشنال. نعم. فيري محترف. دي أجواء المرحلة دي. في ناس كتير قوي بتحب نادي الزمالك، مش وقتك. نعم. في ناس كتير قوي عايزه تخدم في نادي الزمالك. لو انت مش شايف ان انت لازم تشتغل في مجموعه متكامله، مش وقتك. لازم مجموعة. كل المجموعه دي كل واحد عنده ملفاته، في اسماء كبيره مرشحه او بتتكلم او بتفكر لازم تبقى موجود. انا مش هقدر، ده بيتنا. انا والله ولا بفكر رئيس ولا نائب رئيس ولا امين صندوق ولا احنا اي حاجه نخدم. اصل هم بيقولوا لنا زي ما انتوا ابتديتوا في التتر. أيوه. انتوا فين؟ احنا موجودين بس حد يطلب مننا. انت لازم تطلب مني او يتسمح لي. لا، الفتره اللي فاتت كانت صعبه علينا. نعم. يعني كانت صعبه علينا. لكن نادي الزمالك بنسند وبنقدر نعمل كل حاجه. ايه انواع المسانده؟ يعني بتسند، ما هو جماهير الزمالك طب سندتنا في ايه؟ طب عملت لنا ايه؟ ما هو ده السؤال. انا دلوقتي النهارده بقى يوم الحساب، انا انتخابات وانتخابات فيها تنافس وكل واحد هياخد فرصته انه يشرح برنامجه، وانتخابات مختلفه. لا، برافو عليك. نعم. ده انتخابات اشرح برنامجك، لان الجمعيه العموميه في نادي الزمالك واعيه قوي. نعم. مش هتقبل باي واحد يقول اصل انا ابويا او جدي او خالي او انا كنت لعيب او لا. انت برنامجك ايه؟ عشان. نعم. لازم تتحاسب. برنامجك ايه كمجموعه مش كفرد؟ طبعا. لازم المجموعه تقول برنامج واضح. نعم. ولازم تحط شكل المستقبل. نعم. اصل انا كمان زهقت من الناس اللي قاعده تتكلم على اللي فات. اللي فات. برافو عليك. الناس سبقونا يا شوبير. نعم. الناس البلاد بتعدي من حواليك وبتسبق صواريخ. وانت لسه مش عارف تعمل ترابيزه تقعد فيها زمالك مع اهلي مع اتحاد مع اسماعيلي. انت لسه بتدور على مبادئ الرياضه المفقوده. ان احنا نعرف نتكلم مع بعض ونشوف مصلحه بلد. لحد النهارده المصلحه عندنا الوان. مع ان هي المصلحه لازم تبقى مصلحه بلد. نعم. ان احنا ننجح كلنا، ان احنا نتنافس كلنا. سيادتك مش عدوي، سيادتك منافس ليا. نعم. بنتنافس في الملعب. سيادتك ما فيش ما بيني وبينك غير منافسه جوه 90 دقيقه. طيب سيبك من المنافسه، سيبك من المنافسه ما بين الزمالك والانديه الاخرى، انا بتكلم في المنافسه الانتخابيه، الشكل الانتخابي. هل ايمن يونس رايح لمجموعه ولا ايمن يونس عايز يعمل مجموعه
ولا أيمن يونس عنده اشتراطات معينة من أجل دخول الانتخابات القادمة؟ أنا بتفرج على المجموعات الأول. لا فيش وقت الفرجة ده، بكرة فتح باب الانتخابات. ماشي فتح بكرة فتح الباب، بس لازم أعرف بكرة ومين اللي عندهم أفكار. في أسماء لو دخلت لازم تبقى موجودة، دي دي حاجة تسعدني. في أسماء كبيرة قوي. تقدر تقول أسماء؟ أنا ما حبس إن أصل كلهم من العيلة. كل اللي داخلين من العيلة وناس محترمة وبحبهم كلهم والله. ما في حاجة غير الوقت ده عايز مصلحة نادي الزمالك. بس في أسماء خبرتها الاقتصادية أو المالية. زي مين؟ لا ما أنت عايز برضو أسماء يا شوبير، مش هترقصني. لا والله بالعكس، أنا ما مش عايز يعني الزملكاوية عايزين يطمنوا. لا لا لا، نادي الزمالك فيه أسماء كبيرة كتير. لا. والأسماء دي لو دخلت صدقني هتعمل قايمة ويبقى لها برنامج واضح. وبرنامج واضح المعالم، وده مهم قوي، لأن الجمعية العمومية مش هتقبل واحد يخش يقول لهم أنا عايز أبقى عضو مجلس إدارة أو أنا عايز أبقى رئيس. لا إحنا عايزين برنامج، وبرنامج نتحاسب عليه. اللي جاي صعب. يتسهله وتعرف تتعامل من خلاله وتوقد الفتن اللي بتحصل اليومين دول في النادي. اسره مش عارف ايه واسره ايه واسره ايه. انت مش عاجبك النغمه دي؟ لا، مع ان انت اتهمت انك بتشكل مجموعه كره قدم. والمجموعه دي ده انا انت عارف استاذنا مين؟ لازم الكابتن مين؟ ابو رجيله. تمام، كابتن ابو رجيله يعني مربينا كلنا على ايه؟ ابو رجيله وفي زي كابتن ابو رجيله هو مربينا كلنا على ايه؟ ناس ما تعرفش الكابتن ابو رجيله. قال لي يا ايمن عايز كله يتجمع. كويس. عايز صفحه جديده. عايزين نقعد مع بعض عندك نتكلم. كويس. نفضفض نتصالح. اللي زعلان من حد انا هصالحه. ده عميد الاسره الزملكاويه. انا حد هقول للكابتن ابو رجيله؟ لا انت تقول له على عينه على الراس. ده اوامر طبعا. ما هو ده رمز من رموز نادي الزمالك. جميل. فطبعا كل الكباتن اللي في تاريخ نادي الزمالك مدعوين ودعناهم. وكان معايا بصراحه حماده عبد اللطيف. بكره كابتن حماده عبد اللطيف تعبان معايا، وكابتن هشام يكن وكابتن فاروق جعفر. وكابتن فاروق جعفر كله كابتن حسن شحاته موجود ولا لا؟ ان شاء الله منورنا بكره. طيب كويس. كابتن ابو رجيله طبعا هتتكلموا في ايه؟ هتتكلموا ان انتوا عايزين تعملوا مجموعه تخش انتخابات؟ لا لا لا. طب قول لي، ما الناس عايزه تعرف. الناس فسرت ده محتاجين ان احنا نقف وقفه واحده، ويبقى لنا ناس نقف معاه يكون عندها برنامج بيخدم النادي. ما فيش حد من الكوره، ما فيش حد مش جايبينهم عشان ياخدوا ايمن يونس، ولا جايبينهم عشان ياخدوا حماد عبد اللطيف ولا هشام ياك. لا 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 لا. ولا الكابتن فاروق جعفر. كل الكلام اللي بيتقال ان كل واحد عايز يشكل. لا، ما قيل انا اللي قيل والاهم وده اللي من على لساني. لا، محتاج النفوس تصفى بقى. محتاج الناس يعني ممكن كلها. تخرجوا من القعده دي ان ولا واحد منكم يترشح؟ لا، لازم لازم حد يترشح. بس مش ممكن مش في القعده يعني. احنا هنقول اللي هيترشح هنقف معاه. يعني وهو ده اسره كره اللي هيترشح. يعني مثلا لو كابتن فاروق قال انا شايف ان انا ابقى رئيس لنادي الزمالك، يتوقف معاه من بتوع الكوره؟ ما هي هو انت ما انت بس انت قلت كلام مهم في الاول. بس مين القايمه بتاعته؟ مين التيم بتاعه؟ حضرتك قلت ايه الجدول بتاعه؟ حضرتك قلت نقطه مهمه دلوقتي، ما بقتش اسره اليد ولا اسره الكوره ولا. عجبتني قوي، عجبتني جدا. مش اسر دلوقتي، ده نادي الزمالك. لو الوقت ده مش وقت مثلا الكابتن فاروق، يعني زي ما انا قلت لك في السؤال انه الزمالك محتاج رجال اعمال، محتاج رجال اداره، فكابتن فاروق رمز كبير ورائع وعظيم وينور اي مكان. افرض هو شايف نفسه عنده فكر، بس ده هيقوله على الترابيزه والناس تختاره او لا؟ انا مش مختلف. انت حصل انت مش تقدر تمنع حد يا شباب. ابدا بالعكس. كابتن فاروق قيمه كبيره. ده كابتن، انا بقول لحضرتك المعطيات. طبعا. انه نفترضه مثلا جه سين من الناس، هو الان ممكن عنده امكانيات، موارد، يقدر يجيب للنادي فلوس، يقدر يعمل ملايين الملايين يا شوبيه. لازم يبقى في خطوات واضحه. ما ده اللي انا بقوله يا كابتن. عشان كده ما انا بسال حضرتك في ده يعني. فهل من الممكن مثلا لما واحد بقيمه الكابتن فاروق جعفر يقول يا جماعه انا عايز ادخل انتخابات الرئاسه، ممكن تقول له خليها مؤجله شويه يا كابتن فاروق، خليك في جانب فني، استشار فني للفريق، او ولا لا هذا الامر صعب؟ لا لا مش لا، هو اذا كان شايف في نفسه، ما هي دي علاقه الانسان بنفسه مع ناديه. نعم. اذا كان شايف في نفسه ان هو مؤهل لهذه المرحله، من حقه ان هو يقول، بس لازم يكون أنا عنده. انا مش من حقه، وانا بتكلم انتوا كمان كموجودين شايفين. أيوة، بس انت بتتكلم على الصالح العام لنادي الزمالك. احنا مش في خناقه كره قدم وهندبول. ايوه، احنا نادي الزمالك. كويس. ما فيهوش ايمن يونس وما فيهوش اي اسم ولا كابتن فاروق ولا الكباتن كلها. احنا عايزين الصالح العام. ليه الموقف لا يبشر بخير؟ لان في ناس كتير، اطراف كتير قوي. انت مسمي الانتخابات خناقات ونار الانتخابات، وقلت عايزين نوقد الفتنه. طبعا. ازاي ممكن توقد هذه الفتنه، وازاي ممكن تقدر تطفي النار دي من بدري او جزء منها؟ ان احنا زي ما بنقول مفيش حاجه اسمها اسره لعبه من الالعاب. النادي الزمالك اسره كبيره فيها ناس مؤهلين لقياده الزمالك في المرحله دي. ولازم نكون صرحه مع نفسنا،
مش هنحب نادي الزمالك نقسيه، ما نبقاش دببه. نعم. انا ممكن احب نادي الزمالك وعايز ابقى موجود وانا ماليش دور. نعم. ومش هفيد فرقه الكوره. ما بقاش دببه بقى. أيوه. ما هو انت عايز تحب، حب صح. ولا وقت انتهازيين، ولا وقت ناس عايزه تلزق في كراسي، ولا وقت ناس عايزه شهره. ده وقت ناس مختلفه، ناس رجاله قوي، وناس فاهمه بتعمل ايه، وناس بتحضر لمستقبل لامع للزمالك. الزمالك لازم يستعيد يا شوبير قدرته على المنافسه في كل الالعاب. الوضع حاليا في الاسبوعين اللي فاتوا دول حزين طبعا، حزين. وما ينفعش، انا ما بحبش نفضل نقول كده، لا، محتاجين ناس عندها خطوات واضحه لصناعه مستقبل مختلف. بس خدت قرارك النهائي بخوض الانتخابات ولا لسه؟ لسه بتفرج. انا قلت لك بكره. بعد بكره هقول. محدد مثلا لو لقيت ناس تشتغل معاهم. انت هتخش تشتغل لوحدك؟ انت داخل تقعد على كرسي؟ نعم. ولا داخل تشتغل مع مجموعه يبقى لها برنامج، يبقى لها منهج للتعامل جوه النادي؟ انت هتشتغل مع مجموعه خلاص. لكن كل واحد بيتكلم بعض استغرب. انا داخل عضو مجلس اداره، طب مع مين؟ هتشتغل ايه؟ اصل المره دي ما فيهاش قعده كرسي. المره دي النادي يتحولوا. نعم. مظبوط. يا انت كلكم هتاذوه، ونادي الزمالك ليه جمهوره، مهما تعمل جمهوره بيقف بصراحه. جمهور الزمالك دايما في الازمات بيقول لا، وهو بيقول لا اللي مش. نعم. عاجبه الحال. فاي واحد داخل لازم يبقى مقدر اسم الزمالك وتاريخه وجمهوره اللي هو بقى درع وسيف نادي هل الزمالك. ممكن الاقي في انتخابات عملت في الزمالك وايمن نونس ما ترشحش فيها لكن تدخل النادي وتساعد وتدعم وتعلن موقفك؟ طبعا. انت بتدعم مع مين وواقف مع مين؟ طبعا طبعا. هنلاقي ناس تليق بالمرحله المستقبليه، ما فيهاش هزار. اصل دي ده دورنا ان احنا نقول الحقيقه. الموضوع محتاج حقيقه بس. اسمع الناس بتفكر ازاي، ايه البرامج، في 3 4 بيفكروا في الرئاسه، ايه البرنامج، ايه الخطوات، اتحاسب معاك ازاي؟ حد كلمك من الساده المرشحين او الاسماء اللي بتتردد انها كلهم تترشح؟ كلهم اصحابي يا شوبير. كلهم يا كابتن اصحابي قوي، كلموني نحب تبقى معانا. انا في الاخر زي والله والله ورحمه هالة اختي ما بكذب. انا بقول حق ربنا، انا في الاخر عايز اشوف ناس مش عايزه تقعد على كرسي، ناس داخله هتشتغل، هتدي وقت، هتدي صناعه مستقبل، هتدي اجواء جميله لنادي الزمالك. عايزين هدوء، عايزين منافسه ملعب، عايزين نرجع نستعيد الرياضه، عايزين هدوء متكامل في ارجاء النادي. النادي عنده شغل. كان ليك تجربه مريره من 3 سنين تقريبا، سنتين. سنتين. حصل تعدي عليك من من البعض، ما عرفناش تفسيرها لحد دلوقتي. هل كانت مرتبطه باحداث داخل نادي الزمالك ولا كانت فيري باد لك؟ حظ بس وحش. فيري باد لك صدقني الحقيقه. فيري باد لك. وما فيش حاجه، الناس بس كبرت وعملت وبتاع، ما فيش حاجه. ايمن دايما بتقول في نفوس سويه كانت عايزه او عايزه تدمر نادي الزمالك، ما زالت هذه سويه؟ غير سويه. غير سويه، اسف. غير سويه. هل ما زالت هذه النفوس موجوده؟ هل فعلا كانت هناك محاولة لتدمير نادي الزمالك؟ الخلافات الكتيرة تدمر أي حد. ونادي الزمالك كان عايش في خلافات. خلافات مع كل المنافسين. خلافات مع الوسط الرياضي. مع البيت نفسه. خلافات جوه البيت. ممكن وجهات نظر، بس وجهات نظر ما تدكش نتيجة في الآخر. ممكن نوع من أنواع الحب، بس حب برضو في الآخر ممكن ما يدكش النتيجة المرجوة. الناس كلها على السوشيال ميديا، وبقت فيها مناطق شياطين بتطلع على السوشيال ميديا تلعب في دماغ الناس. هناك مناطق الخير ومناطق الشر. بس الشر. نعم. عنيف. يقعد يكلمك على الماضي، الحق جون حسن شحاته، ما هي المؤامره من 1970 على نادي الزمالك، الحق. لا، ده الزمالك بيتجامل على حساب الاهلي، ويشعلله وده يشتم وده كله محضر حاجته. زهقنا. منظر يعني مش قادر اقول لك مؤذي. لا، جمهور الزمالك الحقيقي بيفهم قوي، وجمهور الاهلي الحقيقي بيفهم قوي. ده ملعب. احنا النتيجه باللي احنا عايشينه، احنا ما عندناش جمهور. انت بتتفرج على الماتشات في البلاد العربيه، بلاش الاوروبيه. نعم. انت بتحزن. انا قاعد اتفرج على ماتش امبارح، برافو يا سعوديه. الهلال والاتحاد. برافو يا سعوديه. استاذنك اللي يقول غير كده يبقى ما ينفعش يقول غير. نعم. الحقيقه، ما احنا بنتنافس، مش بنتخانق، مش في حرب، مش في معركة. نعم. فعايزين نرجع لكلمة منافسة. نعم. منافسة بس عادلة. نعم. فمحتاجين كمان بصراحة المسؤولين يكون عندهم عدل في تنظيم الدوري، عدل في تنظيم المباريات، عدل في الكلام ده كله. مش معقولة عندك كل الارتباطات دي وعامل دوري نفسه هو لحد النهاردة مش قادر تجمع الجمعية العمومية. هنتكلم في ده. لازم تتغير. لازم جمعية العمومية للدوري الممتاز وجمعية عمومية للأندية التانية، كله لازم يتغير. هنتكلم في الوضع ماشي غلط. استأذنك اروح لفاصل وارجع اكمل هذا الحوار الهام جدا مع كابتن ايمن يونس، لكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. ردود فعل سريعه جدا على الحلقه وعلى كلام حضرتك، لكن الناس بيقولوا لي، سال كابتن ايمن بتفكر ازاي في مستقبل الزمالك، وقول لنا نقاط محدده، يعني خلي الكلام يبقى واضح. احنا عندنا ديون، عندنا مشاكل في القيد، عندنا اغلاق قيد بالنسبه للفريق الاول، عندنا الفريق ما ضمش لعيبه، عندنا مدرب هل نجدد الثقه بيه ولا فيه ولا لا، عندنا ملف زي شيكابالا والبعض بيحاول يجبره على الاعتزال. في كتير جدا من المناطق الشائكه. ايمن نونس كنجم كره قدم، وانت راجل ما شاء الله لك باع طويل في اتحاد الكوره كعضو مجلس اداره اكتر من دوره بشكل جيد، وكان ليك دور وليك باع طويل كمان في التسويق، وكان دورك وما زال دورك حتى هذه اللحظه في التسويق الاعلاني الرياضي. الناس عايزه تعرف فكر الكابتن ايمن يونس اللي لو موجود في مجلس اداره هيفيد ازاي، هيساعد ازاي في كل هذه القضايا حتى لو من الخارج، طالما انت راجل بتحب الزمالك وعايز تساعده. اولا لازم اذكر في ناس في نادي الزمالك مضطرين نقول اسمهم، هم ما بيحبوش، لكن الناس دي بجد عندهم اخلاص غير عادي. يعني الدكتور جمال العدل والدكتور مدحت العدل، مش قادر احكي لك يا شوبير، مش قادر احكي لك. وعمرو الجنايني بصراحه، عفوا ان انا اقول اسمائهم، لكن الناس دي يعني مموتين نفسهم ان كل المواقف الصعبه انها تتحل. لكن انت مش عايزين نضلم الصوره قوي، نادي الزمالك ليه حقوق بره كتير. انا في حاجات ما اقدرش افوتها. قول حضرتك، بتقول المواقف الصعبه. اصعب المواقف هي المديونيات. شغالين؟ هل لا معلش، هل الناس دي شغاله انها هو بعيدا عن المناطق الاداريه اللي جوه نادي الزمالك، هم بيشتغلوا بحاجات خاصه كويس بالمواقف، بيدوا شيء من المسكنات، لكن قادرين يعملوا كده. لكن خلينا نتكلم، ده كواليتي جمهور الزمالك او في الزنقه الموقف، في ناس بتظهر بمواقف رجوليه غير عاديه، لكن نادي الزمالك الصوره مش ضلمه، الصوره برضو مضيئه، في ليه فلوس بره كتير. يعني انت زي ما مديونياته كتير، في متاخرات كتير، في دول، لكن في فلوس ليه بره كتير قوي يقدر يتعامل معاها. لكن في مناطق ضبابيه لازم تبقى جوه المجلس عشان تعرف يعني ايه الفلوس والحجوزات ولا مفيش حجوزات، ولا الفلوس ماشيه ازاي، والسيوله بتاعتك ايه، وايه اللي ليك وايه اللي عليك. في حاجات كتير قوي لازم تعرف، وايه العلاقه اللي حصلت مع الرابطه، وايه اللي حصلت العلاقه مع اتحاد الكوره، وايه الحاجات دي بتتصرف ازاي. يعني انت الناس اللي هتخش تشتغل عندها شغل، طبعا المديونيات هو الجيم الرئيسي طبعا. ازاي تجدولها وازاي تتعامل مع الناس، لكن الجيم كمان تعرف حقوقك. انت نادي الزمالك ده ليه حقوق، ولازم يحصل شيء من التطوير، سواء بقى التسويقي بافكار جديده، سواء الداعم من خلال بعض الاداء الاداري المختلف، الموضوع لازم يتغير، ونادي الزمالك لازم له منظور مختلف للتعامل مع كل المرحله اللي جايه. مين يقدر يعمل ده غير ناس مختلفه؟ انا مش عايز الموضوع عشان نهرب من بعض فيه، لكن خلينا واضحين، في ناس تقدر تنقل نادي الزمالك لمرحله مختلفه كتير، وفي ناس ممكن ما تقدمش اي حاجه. فاتمنى ان اللي ينجح ناس قادره تقدم لنادي الزمالك. طيب الناس هتسالك، انا سيبني اسالك يعني واحد من اقطاب الكره في نادي الزمالك. انت النهارده سي بقيت عضو مجلس اداره او بقيت مساند للمجلس الجديد، الاثنين واحد صح. انا عمري ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي، لكنه لما بيطلب مني شيء مشروع ما بتاخرش عنهم في حبي وانتمائي لهذا النادي اللي انا بعلنه بكل فخر وكل شرف يعني. فاذا كان في حاجه اقدر اخدم فيها مشروعة، ودي اهلا وسهلا. فالناس هتتكلم، كابتن ايمن هتعمل ايه في موضوع زيزو، هتعمل ايه في موضوع فتوح، اول اجابه قاعدين ازاي، هتعمل ايه في موضوع شيكابالا. ناس جماهير الزمالك بتعشق شيكابالا كايقونه نادي الزمالك، احيانا بيشوف انا لو صاحب القرار يا كابتن شوبير في موضوع شيكابالا، شيكابالا هو الوحيد صاحب قرار الاعتزال. تمام خلاص، يبقى كده بالنسبه لشيكابالا. لو انا موجود ده الرد البسيط لكلمه شيكابالا. وقت ما تحب تبطل وقت بطل. لما عايز تبطل يا شيكابالا بطل. حلو خلاص، وانا بحترم ده، واتعاملت انا وهو ماشي، واعتقد الموقف كان ايجابي بينا في الفتره ماشي. اللي قعدت فيها. نتكلم بقى على زيزو وعلى فتوح. ازاي تعمل، ما هو انت علشان الموضوع مش فلوس بس. زيزو وفتوح ما بقاش موضوع فلوس، بقى موضوع لازم يحسوا بالاستقرار، بقى لازم يحسوا ان كل حاجه ماشيه سهله. هما اتنين نجوم قوي، ونجوم دوليين، ونجوم مؤثرين. ويعملوا فارق ميزان فني لاي فرقه. لازم تعرف تتكلم معاهم. ولازم تعرف تديهم حقهم، ولازم تعرف إزاي تاخد حقك. ما هو ازاي ما هو تاخد حقك، الناس مش مقصره في الملعب، هتديهم حقهم بقى. ما هو حقهم هو ادبي، وده سهل، الناس الجديده طبعا اكيد ده هتعمل. لكن مادي، انا فتوح بالنسبه لي احسن باك ليفت كان موجود في افريقيا كلها، مش بس في الزمالك. انا مش مختلف معاك، وزيزو لاعب زي ما انت عارف. لا ماشي. اكيد
اكيد هتعمل كل حاجه انك تحافظ عليهم. ما هو ايه؟ هو فلوس هتديهم فلوس. نادي الزمالك مش بهذا السوق، اسمع كلام، مش شايف انه في فلوس يعني. في فلوس داخله طبعا، نعم، كتير في نادي الزمالك، نعم. يعني الوضع انا شايف ان هو قادر ان يتحول ايجابي بعد الانتخابات باذن الله. طب خلاص انا متفائل والله يا شوبير للمرحله الجايه. جميل. عشان جماهير الزمالك تشعر برضو باحساس، يا ريت ننقل هذا الاحساس للجمهور. احنا متفائلين قوي نادي الزمالك المرحله هل الجاية. في مشكله فنيه في الزمالك؟ يعني الزمالك انا سالتك في ايقاف قيد، في مشاكل في القيد، سيبك من الالعاب الاخرى دي، حلوة الوجه يا كره القدم. اتفضل. حلوة. انت عندك ايقاف قيد، نعم، المسؤولين والناس يتعاملوا ازاي مع اللعيبه اللي انت مضطر تتعامل معاهم؟ نعم. في لعيبه امكانياتها 7/10، مهما تعمل هي 7/10، تمام، وفي لعيب بيوصل 8 و9. انت ازاي تطلع الماكسيمم من اي لاعب؟ ازاي تنفخ البالونه بتاعته، تخليه يحس بنفسه، يحس بقيمته؟ نعم. الناس بتهاجم لعيبه، فبالنسبة لك انت موقوف عندك القيد. نعم. في ناس بتهاجم اللعيبه، نعم، بشيء من التعمد وبتفقدهم ثقتهم، وانت ما عندكش غيرهم. وبعدين اكبر رد حصل من اللعيبه دي البطوله العربيه. انا اعتقد كلنا قعدنا مبسوطين قوي من الاداء، بعيدا عن ان انت ما وفقتش في الاخر، بس الاداء كان كله رجوله وكله التزام وكله انضباط جوه الملعب من اللعيبه اللي انت. انا على فكره ما زلت معترض على كل اللي بيقولوا انه الزمالك ادى افضل ما يكون في البطوله العربيه. الطبيعي ان الزمالك كان يكون في الفاينل في هذه البطوله لما تكون الظروف طبيعيه. وجهه نظر الشخصيه. لا يا حبيبي، لما تبقى الظروف طبيعيه. ماشي. لكن انا بتكلم وجهه نظر يا الشخصية. حبيبي لما تبقى الظروف طبيعيه يا كابتن شوبير انتظر الطبيعي. لكن لما تبقى الظروف مش طبيعيه والولاد يظهروا بالمظهر ده، لا، رجاله رجاله وتحملوا وادوا بشكل رائع وفني. طيب. وفيري باد لك في الماتشات بتاعتك. ال- 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 الموقف فنيا بالنسبه لنادي الزمالك مع ايقاف القيد، مع استمرار المدرب، اللعيبه دي قويه قوي، وانا شايف اللي موجودين دلوقتي انا واثق فيهم، بعيدا على ان الناس بتتكلم على بعض اللعيبه او الناس اللي بتحاول تتجاوز في حق بعض اللعيبه، لا، اللعيبه دي قادره انها تأدي بشكل رائع جدا في المرحله الجايه، بس ياخدوا الدعم والمسانده من الجماهير، من المسؤولين. يعني حتى مع ايقاف القيد انت شايف اللعيبه قادره انها وقوي تحصد بطولات وياخد ويلعب على الدوري، والجهاز الفني يستمر بقياده اسوريو رائع. هو عنده حاجات لسه بيتعلمها في كره القدم المصريه، شخصيه اللاعب المصري. ما تقوليش الطرق. ما تقوليش رائع. انا بقول لو سمحت كويس، انا ماشيه معاك. طب ليه انت عايز بقى تسالني وتمكن؟ لا، انا من حق ان انا اختلف معاك في الرأي. طب ما انت بتختلف، بس انا بقول لك وجهه نظري. انت بتقولي رائع، انا بقول لك مش رائع. انا عاجبني جدا، وانا بقول لك مش عاجبني. اولا راجل مغامر، نعم، وعنده قدرات ان هو يكسر 4 في ماتش، وبعد كده حق اللعيبه ما كانتش فاهمه طريقه اللعب واحده واحده. ما الراجل ده بيتعلم من اللعيب، ما انت جبت واحد اديته فرقه في يوم 2، لازم نديله دعم. انا معقوله هكسر مدرب قاعد معايا وهو اشتراني ومدرب مميز؟ لا، انا اول حاجه حسنته. انت معجب بالمدرب؟ انا هقول المدرب جيد جدا. وهو كل يوم بيزداد تجاوب مع اللعيبه وبيعرف قدرات اللعيبه. طيب، يبقى انت على قناعه بالمدرب، بالجهاز طبعا، على قناعه بالجهاز رائع. انا عبد الواحد ومدحت والناس دي انا شايفهم بيأدوا احسن حاجه عندهم. طيب، واللعيبه دي تتسند بشكل نفسي عالي، تتسند بشكل تاخد حقها. انا شايف ان الزمالك هيكون منافس المرحله الجايه. الزمالك منافس المرحله القادمه، الابقاء على زيزو وعلى فتوح وشيكابالا يعتزل وقت ما يريد، مسانده للفريق، نضمن الحصول على البطولات او على الاقل المنافسه على البطولات دي، بعضا من اراء كابتن ايمن يونس. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الهام جدا مع النجم كابتن ايمن يونس. كابتن ايمن، عايز اسالك، هو احمد رمزي فين؟ هو اشرف قاسم فين؟ هم الناس الجميله، لان انا بتكلم على دول زملاتي، وكنا مع بعض في المنتخب، وكنا مع بعض في المعسكرات، وكنا مع بعض خارج المعسكرات، سيبك مني انا خالص، لكن انا بتكلم على ناس حققت للزمالك بطولات وانتصارات ونجاحات كبيره جدا. ايه موقف النادي او موقفكم انتوا كزملاء من اشرف قاسم في مرضه؟ اين احمد رمزي؟ وممكن ادي لك قائمه طويله جدا جدا، واخرهم كان الله يرحمه كابتن سعيد الجداي. اولا احمد رمزي وحشني يا ابني قوي، قاعدين هو شبه في الكويت وانعزل تماما. وكان اخر ايامه في الحوار معايا كلها حزن، نعم، وزعل على نادي الزمالك. يعني كان المكالمه احمد بتخلص. احمد زملكاوي. لا لا لا، زملكاوي يعني. متعصب، نعم. كلنا متعصبين، بس احمد بيفقد صوته في المكالمه، نعم. يعني بنقفل الصوت، كنت دايما المكالمه انا هو وعلي محمد علي بيفقد صوته في المكالمه. علي ده من الشخصيات الجميله قوي، علي، نعم. محمد علي ده جميل. كنت مستمتع بيه نيوكاسل وبرايتون. كان ماتش عنيف، نعم. نيوكاسل يتقلب، نعم. كده يعني. أشرف قاسم أنا خايف عليه، متحمل كتير، رب وبندعي له،
وبشكرك وبشكر ناس كتير قوي وقفت معايا. انت راجل محترم وقفت مع اشرف كويس قوي. مين ما يقفش مع اشرف؟ لا لا انت كمان بالذات عملت موقف رائع. اشرف اشرف ده واشرف ده كل ده واقف معاه. ده كان البنبونيه بتاعتنا اشرف قاسم. حبيبي اشرف وربنا يقدره. وانا يعني يعني بجد بتمنى له كل خير لان هو وجع قلبي. يعني هتعمل ايه لو انت موجود في مجلس الاداره؟ لو انت داعم لمجلس الاداره انت لازم افكار غير تقليديه. ما ينفعش الافكار التقليديه ان انت بتتعامل مع النجوم بالطريقه دي. لازم تدي للنجوم حريات مختلفه يطلعوا فلوس هم. لازم يكون عندك افكار جديده. اقول لك حاجه يا كابتن. اتفضل. من اسبوعين ثلاثه كده كابتن حمدي جمعه تاكيد فاكر طبعا. كابتن حمدي جمعه يمكن ناس كثيره مش فاكره. ده فرود عبقري. لا مدافع. حمدي جمعه. حمدي اوكي جمعة. انا فاكر حمدي جمعه. حمدي لعيب جميل يعني. حمدي جمعه. فحمدي جمعه مريض عنده حاله مرضيه. حبيبي. مين اللي عرف؟ طبعا هو بقاله فتره طبعا. طبعا كابتن مختار مختار مش عايز اقول لك ربنا يكرمك يا كابتن مختار على اللي انت بتعمله يعني. كابتن ماهر همام وكابتن محمد عامر وكابتن رمضان السيد مجموعه كده دايما زي الفل يعني. لكنه وانس عرف كابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي. كابتن خطيب بعت عربيه جابته دخلت المستشفى. هو اللي دخله هو اللي قاعد معاه لحد ما اطمن عليه الحمد لله ومتابع بشكل جيد جدا. ده حقه على فكره على النادي. النادي ما بيجيبش بس بيبقى شيء جميل. ما كلمه حقك دي نعم لازم تبقى بشكل قانوني واضح. ايوه الله يفتح عليك. وده نعم. محتاجينه. ومحتاجين كمان نشوف افكار للاسماء الكبيره اللي ما بتشتغلش وقاعده والكلام ده كله. نعم. انت بتتكلم على المواقف الناس. انا عندي بقى موقف مثلا للدكتور وليد دعبس. نعم. في مواقف كتيره قوي مشابهه عندي. الناس المحترمة. وهو راجل يعني بعيدا عن المنطقه بتاعتنا من الزملكاوي يعني. اي موقف دعبس اهلاوي. نعم. لكن اي موقف يسمعني وانا بعمل في التليفون الاقيه بيسبقني. بيسبقني. لا 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 في الخير راجل يعني جميل. وليد دعبس. نعم. بيعمل حاجات فوق مستوى التفكير. وبني ادم ربنا يديله بجد حاجه روعه. خلينا نتكلم ان ازاي نفكر بشكل مختلف. ما احنا عندنا افكار كتيره بس ازاي ننفذها؟ ما انت تقعد مع ناس بتديك 50 فكره. نعم. نفذ ايه؟ هتنفذ ايه؟ يعني مدارس الكوره او الاكاديميات. ايوه. ما تديها لنجوم الكوره. مش لازم تبقى ياخد بتاعت اعمل دوري اكاديميات. انا يبقى عندي اكاديميه اكتوبر دي بتاعت ايمن يونس. سيبني. نعم. اكسب منها اكاديميه الزمالك بتاعت ايمن يونس. اكاديميه بحيث ان النادي ياخد مبلغ محترم والنادي ما ياخدش اول سنه من النادي. لا ياخد. يا حبيبي اول لا سنه لا يا حبيبي ياخد وياخد كويس كمان. يا حبيبي خلي النادي ياخد اللعيبه. ياخد اللعيبه وياخد فلوس والنجم ياخد يا فلوس. يا حبيبي انا سهله بس انا عايز اسهل اكتر. ما النجم بتاعي ده انا عايزه يبقى مبسوط. ما انا كمان كنادي انا محتاج محتاج دخل دلوقتي. يعني محتاج انت فلوس. عندك الاكاديميه بتاعتك وتطور كويس. انا اقصد بدل ما النجوم دول تقعد تتكلف عليهم فلوس. نعم. ما اسيب الاكاديميه مثلا بتاعت مصر الجديده لمحمد صلاح. كابتن محمد صلاح هو يعمل بس في كل سنه مرتين في السنه كل اللعيبه اللي عنده بييجوا يخضعوا لاختبارات جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك هياخد اي حد فور فري. حاجات كتير قوي الانديه في اوروبا بتعملها على فكره. مش احنا اللي بنخترع الزر. الناس لو تشوف الناس بتفكر ازاي. زي مثلا الناس لو دورت على انديه الشركات في اوروبا في الثمانينات لما حصل هجوم عملوا فيز مختلف. يعني وصل بيه. انا مثلا جيت قلت دلوقتي يا كابتن شوبير اي نادي شركه بموجب ان بقت الشركات بتتواجد. نعم. ومفيش حاجه توقفهم والانديه الشعبيه عندها مشاكل. طب ما لازم انديه الشركات تدفع فيز سنوي نظير اشتراكه مختلف يروح لصندوق او للانديه الشعبيه. الناس مش عايزه منك ده. الناس عايزه منك هتعمل ايه نادي الزمالك. انا حتى لا انا بتكلم في بكلمكش انت خدنا في الحته دي. لا القضيه دلوقتي كل جمهور الزمالك مستني ايمن يونس. عايز اعرف ايمن سواء كان في مجلس اداره او بره مجلس اداره لازم الزمالك هتنمي تشعر. هتنمي موارد نادي الزمالك ازاي؟ هتعيد اللحمه لنادي الزمالك دي ازاي؟ لا هنخلصها كده في في القعده يعني. يا شوبير لا ده كلام كبير قوي. لازم كويس. ده انت عايز تعمل دراسه على الاقل شهر عشان تعرف ايه اللي عليك وايه اللي كويس. ليك عشان تفصل كل حاجه عن بعضها. عشان تقدر تعيد التفكير لصناعه كل منطقه لوحدها. ده فيلم كبير. فلازم يكون معاك تيم او كتيبه محترفه في الشغل. ازاي تفصل كره القدم؟ ازاي تفصل الانديه الصالات العاب الصالات؟ نعم. ازاي تفصلهم كلهم بثوابت احترافيه؟ يعني كل حاجه تبقى واضحه. وده نعم. مطلوب على فكره. أيوه. يعني ده طبيعي ومطلوب وموجود في كل العالم. حلو. دي اول تنظيم لازم نعم. يتعمل. ازاي تهيكل بيتك؟ ما هي علاقتك بالكابتن حسين لبيب؟ رائع. ده اسمه كابتن حسين لبيب. طبعا راجل نجم من نجوم نادي الزمالك. نعم. ما لا خلاف عليه. راجل نجم كبير في الهاندبول. نعم. كان راجل يعني طول عمره نجم. عيله الهاندبول وعيله الكره عيله واحده. الناس اللي تشوفها كده وتشوفها كده انا ما احبش اشوفها كده. عيله تقييمك واحدة. تقييمك للفتره اللي الكابتن حسين لبيب ادار فيها نادي الزمالك.
ما في ظل الظروف الصعبه تبقى جيده جدا. حصل على دوري وحصل على بطولات في العاب جماعيه كتيره جدا. طبعا نعم جيده جدا نعم، ودي حقايق. معجب بشخصيه كابتن حسين لبيب؟ طبعا راجل محترم جدا. طيب ما هي علاقتك بكابتن احمد سليمان؟ راجل زميل العمر، اعرفه من فتره طويله جدا، وراجل مهذب ومحترم وزملكاوي وبيحب الزمالك. في البعض بيقول يا كابتن ايمن من الافضل ان الكل يتحد خلف قائمه واحده. انا مثلا بحب ان يبقى في انتخابات وفي منافسه، ده انا بحب ده، لكن في البعض بيقول انه مش ده وقت. كابتن فتحي سند امبارح على هذا الكلام، وقت ان الزمالك يتحد خلف قائمه واحده الفتره دي عشان نعبر هذه المرحله الصعبه. البعض بيقول لك لا، خلينا نعمل انتخابات وفي النهايه نختار الاصلح والافضل، لانه في اسماء كتيره جدا، مش عايز اقول اسماء، هستعرض بعد كده الاسماء يعني. انت مع اني راي من الاثنين يا كابتن ايمن؟ لا، في ناس تعلم عليهم وتمشي وراهم. نعم. في ناس عندهم اسم بقدرات بتاريخ بخبرات. ممكن تقول اسماء ولا مش عايز تقول؟ ما انا ما اقدرش اقول الاسماء. نعم. يعني بصراحه، لكن في اسماء كبيره قوي في عالم الصناعه، في اسماء كبيره قوي في عالم الاقتصاد. نعم. في دي الاسماء دي انت مزنوق فيها، فالاسماء دي لو دخلت، لا دي قبل ايمن يونس وقبل احمد شوبير وقبل اي حد. نعم. رتب بيتك صح. انت عايز الجزء الفني ده نقدر نتصرف فيه، لكن ابني بيتك صح. ده وقت اللي بيحب نادي الزمالك لازم يكون حقاني مع نفسه في احساسه ان يقدر يأدي ولا لا. هتبقى مصمم ان مجلس الاداره يكون فيه لعيب كوره، ولا ممكن زي ما انت بتقول يبقى لهم جانب فني حتى لو ما لهمش دور في مجلس الاداره؟ لا، انا افضل نادي الزمالك ما ينفعش ما يبقاش فيه لعيب كوره، وفي عندي لعيبه كوره كتير تصلح. مين اسماء؟ لا كتير كتير، عندي كتير. عندي كتير، وبرضه مش عايز اقول ان في اسماء كتير عايزه تنزل. لكن من حقهم كلهم. كله من حقهم يعني، كله. مين نجم الكوره؟ ياخد عايز ينزل، ابو العلا عايز ينزل، طارق السيد عايز ينزل، حسين السيد عايز ينزل، حسين السيد ده قمر، شخصيه قمر عايز ينزل. كلهم شباب، كابتن فاروق عايز ينزل. حقهم، وناس كلها زملكاويه. تجربه لعيبه الكوره في مجلس الاداره اللي فاتت عجبتك دون ذكر اسماء؟ او لا، او امتنع عن الاجابه؟ لا، ما في، انا ما بمتنعش. انا انت بتتكلم على من غير لف ودوران، بتتكلم على واحد حبيب عمري. ليش دعوه حبيبك؟ مش لا طبعا، انا زعلان منه، زعلان منه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن ايمن يونس. الكلمة اللي قالها الكابتن ايمن يونس الله يرحمه، ده الراجل ده نقل الكورة في مصر من مكان لمكانة، عمل خيال تاني وطمعنا في الكورة. ده صحيح، وخلانا نشوف الكورة بشكل ان احنا قادرين على المنافسة. الله يرحمك كابتن، صنع احلام كتيرة بصراحة. ده صحيح، وكان الترجمة بتاعته لقينا كابتن حسن شحاتة، ربنا يديله الصحة. الله يرحمك، هو استكمالا للشخصية دي. مش عايزة كلام، ربنا. أصل أنا اتمرنتش طبعا مع كابتن حسن شحاتة، لكن الكابتن جوري صاحب فضل علينا جميعا. عبقري، ربنا يرحمك كابتن جوري. 11 سنة مروا كأنهم 11 ساعة يعني. جاهز لأقر واعترف؟ أنت عندك برضه أقر واعترف؟ طبعا. أنت قلت معايا دي هتعملها برضه؟ طبعا، أمال إيه؟ أقر واعترف. معجب بيك أنت، عارف ليه؟ لأن أنت مقرر تنتقم مني لكل احداث الملاعب اللي ما بيننا. لا اعوذ بالله، لا فقاعد بقى مقرر تترقص فيا على الهواء. حبيبي وصديقي وصاحبي والله العظيم، ليس الانتقام من احد على الهواء، خاصه يعني بصفه عامه، لكن لما يكون صديق طبعا لازم يكون على العين والراس دائما وابدا. دي معاملتنا مع ضيوفنا، ولما يكون صديق ملاعب وصديق عمر يبقى له مكانه كمان اكثر واكثر. اقر واعترف مع كابتن ايمن يونس. كابتن ايمن يونس، تقر وتعترف انك مرعوب على مستقبل الزمالك؟ حقيقي حقيقي. الحل؟ الحل ولاده القادرين على انهم يتجاوزوا الازمه لازم يظهروا.
وهم بصراحة أنا سامع إن في ناس كتيرة من الناس اللي قادرة تتجاوز بالزمالك الأزمة هينزلوا، وأنا عارف إن إحنا عندنا جمعية عمومية واعية قوي 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 وعايزة استقرار وهدوء في النادي. كابتن أيمن يونس، تقر وتعترف إنك لو في موقع المسؤولية هتوافق على بيع زيزو عشان استغلال المقابل المادي تحل الأزمة اللي موجودة وتقفل باب الفتنة بين اللعيبة بسبب عقد اللاعب؟ لو هعمل كده ما مش عايز أخش النادي، ما أقدرش. زيزو من أركان الفرقة. واقر واعترف ان انا لو ما عنديش قدرات تسويقيه واداريه ان انا الاقي حلول اخرى يبقى ملهاش لازمه الواحد يخش مجلس الاداره. لازم احافظ على قوه وشخصيه الفرقه اللي احيانا بتبقى موجوده في اربع خمس ست لعيبه. كابتن ايمن يونس، تقر وتعترف بمجاملتك الدائمه للزمالك وتحاملك على النادي الاهلي؟ والله يرد انت او الاهلي، انا ما انا شايف الاهلي منافس عايش وسطيهم في حاله منافسه. اصحاب عمر، كلكم اصحاب عمر. عمر ما كنت متحامل او متطاول او غلط. لا متطاول امسكني على مدار عمري. عمر ما كنت ليا حاجه فيها تصور. انا افخر ان انا من الناس اللي عمري ما غلطت في حد، حتى لما بنتقد بنتقد في حدود مناطق النقد بتاعتي. من غير تطاول، لان دي ميزتنا احنا بتوع ملعب. تقر وتعترف بانك لن تقبل باقل من منصب النائب حال موافقتك على الانضمام لاي قائمه في انتخابات الزمالك القادمه؟ خالص، ممكن اقبل اي حاجه لو ضامن قائمه محترمه كبيره قادره انها تتجاوز. عينيا اشتغل اي حاجه، ان شاء الله في اللجنه، ان شاء الله في اي حاجه في قطاع الناشئين، مش فارق معايا خالص. نادي الزمالك اللي عايز يشتغل في المرحله الجايه يبين ان هو زملكاوي. بس انت اقرب لاي قائمه؟ لما اتفرج على القوائم كلهم اللي اتقالوا يا كابتن شوبير هوا لحد دلوقتي. ده بيقول لك ده مع فلان وده مع فلان وده مع الحقيقه هتبان في خلال اليومين دول، بكره وبعده هتبان الحقيقه. لو تقدمت للانتخابات باوراق ترشحك هتقدم في اللحظات الاخيره ولا هتقدم من بدري؟ في الاخر بعد ما اتفرج كويس واعرف برامج الناس واتكلم. ممكن تخوض الانتخابات مستقل؟ لا ملهاش لازمه، اذا كان انا مبدئي مجموعه. مبدئي مجموعه. مجموعه كبيره عارفه كل واحد ليه دور. لكن مش انا مش بتكلم على دور ليا. انا مش نادي الزمالك عايز فريق عمل باسم كلمه مجلس اداره. ممكن تلاقي مجموعه كوره داخله كلها كده مع بعضها، مجموعه كوره كامله، كابتن هشام يكن وكابتن ايمن يونس وكابتن ابو العلا. ما تقدرش ما تقدرش. اتكلم على لجنه. اتكلم على مجلس اداره، اداره نادي ده موضوع. ليه الناس دايما لما بتيجي تتكلم على رئيس نادي الزمالك ولاعيبه الكوره، كل الاحترام والحب طبعا كابتن فاروق جعفر، انا بعشق الكابتن فاروق وصديقي وجميل وكل حاجه يعني، بس انا عارف كابتن فاروق في الاخر مش هيدخل على الرئاسه. ده احساس لو الشخص دخل يعني هيتوقف معاه من كل بتوع. تمام. لكن طبعا لا، انا كنت هقول لك بقى ليه الناس دايما لما تيجي تتكلم رئيس من لاعيبه الكوره السابقين الناس كلها بتروح في سكه حازم امام؟ لان الشعبيه بتاعته كده. شعبيته كده، بتحبه ما بتحبوش، قبله ما بتقبلوش، هو عنده الحضور ده. وهو انسان على فكره، حازم انسان كويس جدا، بس هو مش من حقه. هو راجل بيشتغل في اتحاد الكوره، الناس بتقول يبين ان هو بيعمل ايه نادي الزمالك. بيشتغل في اتحاد الكوره، لازم يبقى بيحترم. كل الانديه. الناس بتتهمه ان هو مؤدب. عصر غريب قوي يا جماعه. لما بنشوف المؤدبين فيهم ونقول اصل هم مؤدبين قوي، حاجات بصراحه بتفرج عليها في الايام الاخيره. لو في دوره كده من الدورات والدنيا بقت ما بين حازم امام وايمن يونس، ممكن تترشح ضد حازم امام؟ لو قادر ان انا اخدم اكتر من حازم هعمل كده. هتعمل كده؟ بس هو حازم عارف انا بشجعه ازاي. بتشجع حازم؟ بشجع حازم جدا وعندي امل فيه كبير. تقر وتعترف انه التركيز البعض مع الاهلي والهجوم المستمر عليه بيضر الزمالك اكتر مما ينفعه؟ ده منهج كان موجود كله في الايام الاخيره، ملوش لازمه. احنا كلنا مضرورين. حبيبي اللي بيني وبينك ماتش 90 دقيقه. ايوه. مفيش ما بيني وما بينك حاجه تانية. انت بس محتاج ان انت الناس اللي بتدير الكوره في مصر تبقى اكثر وضوح واكثر عدل في الفكر بتاعها. يعني شفنا حاجات كتير قوي كوميديه. عقوبات بتتاخر، فلوس بتتاخر، ده نادي بيتاجل له وده نادي ما بيتاجلوش، واللي اتعمل للاهلي اتعمل للزمالك. مش لواحد بس. بتتكلم على نظام بصفه ده النظام كله. يعني عشان ما يتقولش اصل بنتهم حد، بيتعمل للاسماعيلي اتعمل للمصري. كل النظام ماشي بشكل مش مظبوط. لازم نبقى اكثر العدل، ان انت تكون عندك حزم في ادائك على الكل. تقر وتعترف بان انتماء بعض الزملكاويه تحول للاشاده والتطبيل لاشخاص معينين وليس لكيان النادي، وده كان امر خطير وغير مسبوق. السؤال كله اجابته. خطير. الزمالك هو الكيان الاهم. لو انت مسؤول في نادي، احنا خلصنا اقر واعترف، لو انت مسؤول في نادي الزمالك، هل ممكن يكون اول قراراتك عوده اسم محمد حسن حلمي على استاد الزمالك؟ او هو في انا مسؤول على ملعب الزمالك، ملعب التدريب يا سيدي. هو فين الاستاد؟
على يعني على الملعب اللي بتمرنوا فيه. طبعا انا كان اتربينا في ملعب محمد حسن حلمي. نعم. استاد كل قطعه فيه بتتكلم على لحظات، بتتكلم على تاريخ، بتتكلم على جمهور، بتتكلم على ابداعات، بتتكلم على ناس ابدعت، على ناس جابت اهداف، على المدرج ده كان بيترج. مرة قلت لي نحله قرصتك و ده حسن حلمي كان معاه وانت واقف مع كنت كابتن ماشي معايا نحله. ما قدرتش اقول اي مع الكابتن حسن حلمي ما تقدرش. ونحله قرصتك تحملت الموقف تماما. ده بجد ما انا متحمل كتير يا شباب. كسر جمجمه وكتف ودراع وده عادي اتعودت. في ناس يقول لك احنا عرقنا في نادي الزمالك. يا حبيبي احنا نزفنا في نادي الزمالك وبنفتخر ان احنا عملنا كده. لكن بصراحه كمان انت عارف اللي وحشني ايه دايما؟ قاعه الكؤوس والميداليات بتاعتنا. طبعا يا نهار ابيض طبعا. كانت الناس تقف طوابير عشان تتصور ملي. حاجات برضو وحشاني. يا رب ترجع، اصلها هترجع. سهل قوي تعمل متحف لنادي الزمالك وسهل قوي تبني. انا مش بسالك في الحاجات دي، الناس عايزه الاهم. مين احرف لاعب عصر من جيلك؟ مش عايز اقول من القدام، كابتن فاروق وكابتن حسن كابتن بصرا على خليل، الاسماء العظيمه دي كان على خليل، لكن من جيل ايمن يونس. الحاوي حماده عبد اللطيف احرف واحد شفته لحد النهارده. يعني انا شفت لعيبه حريفه كتير ومهره كتير، لكن حماده حماده كمان كان بيعمل لي ميزه العمر. انت مش واخد بالك ده، انت كنت بتحذر منها في الماتش. نعم. حماده لما بيمسك كرة ويرقص واحد واثنين بيديني فرصه ان انا اجري ابقى ورا جمال عبد الحميد، ابقى راس حربه تاني اجيب جول. ظاهره فكان جميلة. حماده فلته بالفلتات. وكنت وبعشق طبعا هشام يك، ما اقدرش غير اختم معاك بهشام قوي. حريف قوي. ملك الشوط في السما. نورتنا وشرفتنا يا كابتن ايمن. اشكرك كابتن شوبير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير باذن الله. كده تمام، نقول سلام.